هذه المسابقة كانت أصدرتها وزارة التجارة. هي شهادات توجت بها ثلاث محلات تجارية بعد فوزها في المسابقة التي أطلقتها مديرية التجارة لولاية بومرداس لاختيار أحسن نشاط تجاري لسنة 2023 تتوفر فيهم الشروط المهنية وحتى الصحية. تحفيز للتجار وأيضا في إطار خلقة العمل التجاري. وتحفزوا نحفزوا التجار المتميزين باش يكونوا قدوة لمتعاملين آخرين. المشاركة كانت تلقائية، كنا درنا عملية تحسيسية للتجار باش يشاركوا في هذه المسابقة، وكنا شفنا السوابق المنازعاتية لهذا التجار وما يكونش حال تعاود بالنسبة لسنة 2023، وكنا شفنا المعايير الأولى هي نظافة المحلات داخل المحل ومحيط المحل أيضا. أصحاب المحلات استحسنوا هذه المبادرة التي تعد تشجيعا لهم وتحفيزا لتقديم أحسن الخدمات للزبائن. تحصلنا على المرتبة الأولى في ولاية بومرداس، حاجة مليحة للولاية ومليحة لكامل لي كوميرسون باش يديروا جهد باش يكونوا كامل على لاوتير تاعنا. المبادرة مليحة هي بالنسبة لنا نحن كتجار، نحن وبالنسبة للمديرية التجارة يعني مليحة لهم ومليحة لنا أنه يشجعونا أكثر. نديروا الأحسن، نتواصلوا على هذا المهنة هذه إن شاء الله تكون من ناحية الجودة ولا من ناحية الأسعار، وإحنا الزبون ماذا بينا يخرج فرحان يعني. مبادرة نوعية أطلقتها مديرية التجارة لولاية بومرداس كخطوة لتشجيع مختلف الأنشطة التجارية وتنويع الخدمات للمستهلك الجزائري.